السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال ويسعد مسا الجميع. لو عندك ليمون عفن وباظ بالشكل ده اوعي ترميه. تعالى ما أقولك احنا مع بعض كده هنعمل بيه. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا هنقطعه. درجة التعفن دي بتكون درجة خارجية، بيكون في جزء من الليمون زي ما انتوا شايفين هنا، بيكون لسه في جزء منه كويس يعني مش باص. احنا هنقطعه خالص، مفيش اي مشكلة عندنا، لان مش هنعرف طبعا نعصره لو هنستخدمه الحاجة. تمام، فاحنا هنقطعه. اظن مفيش اسوأ من كده. تمام، لو انتوا خدتوا بالكم ان في من جوه اجزاء صالحة. تمام اهو، انا كده قطعته. طب هو احنا المفروض بقى هنعمل بيه بعد ما احنا قطعناه؟ هقول لك، انا هتجيبي حله من الميه فيها ميه، اي كميه ميه ايا كانت الكميه اللي عندك بالشكل ده طبعا، وهتسيبيه فيها زي ما انا نزلتها قصادكوا كده ماشي. وبعد كده هنجيب ملح، ملح الطعام بتاعنا عادي، وهنفرغه زي معلقتين مثلا كبار، هنا هي دوبك معلقتين كبار. تمام، وهنجيب كمان فين خل ابيض، خل الطعام بتاعنا، وهننزل فيه مقدار مثلا كوباية اهو. احنا كده نزلنا خل وملح ومية، والليمون المتعفن عندنا او الليمون الفاسد اللي هو احنا عندنا، هنقلبهم كويس جدا جدا، وهنرفعهم على النار لحد ما يتغلوا. سيبهم يتغلوا براحتهم، يعني يكونوا اتغلوا ولقيت الليمون ده خلاص بقى جاب اخره يعني اتهرى. بعد كده هنعمل احنا بقى، ما احنا مش اي حاجة عندنا تبوظ نرميها، لا لازم نبحث دايما عن الفوائد اللي احنا نقدر نطلعها منها. تمام، بعد ما بيتغلى هتصفيه وتعبيه في بخاخ، بخاخ مية عادية من اللي احنا متعودين ان يكون عندنا اهو، وهتغسلي بيه البوتاجاز الاستانلس. تمام، هتغسلي بيه الحوض الاستانلس، هتغسلي بيه الحوض الحمام، الحوض اللي هو بيكون سيراميك، هتغسلي بيه السيراميك اللي على الارض اللي على الحيط، هتعقمي بيه كل حاجه، هتلمعي بيه الازاز. يعني لو انت استخدمتي اللي احنا هنرميه الليمون المعفن اللي احنا هنرميه عشان تغسلي بيه البوتاجاز بس، فانت الكسبانه، انت مش خسرانه اي شيء. يبقى هتقدري تغسليه بعد ما يتغلى خالص، هتصفيه وتعبيه في ازازه بخاخ، هتبخيه على اي حاجه استلس، بوتاجاز عندك، حله استلس عايزه تغسليها، عندك حوض استلس عايزه تغسليه وترجعيه زي جديد، هتبخي عليه وهتسيبيه 5 دقايق. لما يتفاعل مع ايا كان درجه التوسخ، ايا كان درجه الحريق في البوتاجاز، ايا كانت الصعوبه، فبمجرد ما هتحطيها وتدعكيها بالسلكة العادية خالص خالص، هتلاقي نفسك حصلت على مزيج رهيب جدا جدا، هينضف لك كل ده. يعني تقدري تعملي بيه ده استلس، تغسلي بيه الاستلس، حوض الحمام، حوض المطبخ، تغسلي بيه السيراميك، عايزة تعقمي بيه اي مكان، تلمعي بيه الازاز، اي بلور عندك سواء ازاز الشبابيك، التواليت، ازاز اوضه النوم، اي نوع من الازاز عندك تقدري تلمعي بيه، معقم ومطهر ومفيد وبيلمع وهينضف. وفي كده وبكده يبقى احنا مرمناش الليمون المتعفن عندنا، استفدنا بيه احسن ما احنا نرميه. وصفات كتيره وبسيطه من حاجات احنا بنرميها نقدر نستفيد بيها ان شاء الله. كل اللي هيقابلني في الطريق هقوله لكم. لو الوصفه عجبتكم بشكل عام، ما تنسيش باللايك وشير لكل الاصحاب، كمان الاشتراك في القناه مع تفعيل علامة الجرس. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.